انتقدت أوساط أممية في سوريا توقيع الإدارة الأمريكية على مشروع قانون سياسة حقوق الإنسان للويغور لعام 2020 التي اعتبرها السفير المفوض بأعمال المنظمة العالمية لحقوق الإنسان في سوريا تدخلا غير مبرر من أمريكا في شؤون دولة أخرى ذات سيادة. إن ما تقوم به أمريكا باستغلالها لموضوع مقاطعة أو منطقة شينجيانغ هو الاستغلالها كمنطقة للضغط بها على الصين. إن توقيع الولايات المتحدة لقانون حماية حقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ للإيغور في جمهورية الصين الشعبية هو تدخل سافر لأمن واستقرار جمهورية الصين الشعبية. كما أكدت الصين على أن القضايا المتعلقة بمنطقة شينجيانغ اليوغورية ذاتية الحكم ليست قضايا متعلقة بحقوق الإنسان أو العرق أو الدين، بل هي قضايا حول محاربة الإرهاب والانفصال، وهو ما أكده مسؤولو منظمة حقوق الإنسان في سوريا بإشادتهم بالتعامل الصيني التنموي في مواجهة الإرهاب ودعم التنمية في شينجيانغ. الحكومة الصينية اتبعت التنمية المستدامة ومكافحة الفقر كسلاح أساسي لمحاربة ما يجري في شينجيانغ. إن ما يجري في شينجيانغ هو وجود للدولة ووجود للحكومة ووجود للأمن ووجود للاستقرار. من حق أي دولة الدفاع عن استقرار وطنها واستقرار شعبها وأمانهم وأمنهم. المشروع الذي قامت به جمهورية الصين الشعبية كان يهدف إلى تنمية الشباب، تنمية قدراتهم، مهاراتهم، الاستفادة من الطاقات الموجودة لديهم. عملت خلال معاهد مغلقة للتنمية واستيعاب القدر الكافي منهم وتثقيفهم على النحو الجيد والحضاري الذي يليق بهم. الموقف الأمريكي حسب السوريين يأتي استكمالا لسياسات التدخل الأمريكية في أغلب أنحاء العالم متناسية العنصرية التي تودي بالمجتمع الأمريكي في الداخل. مسؤولون في قوانين حقوق الإنسان يؤكدون بأن القانون الأمريكي حول حقوق الإنسان في شينجيانغ الصينية هي عبارة عن محاولة سياسية للتدخل في شؤون الصين الداخلية. لقناة CGTN العربية، يعرب خير بيك، دمشق.